هؤلاء رائدات عمل عمانيات من جمعية المرأة العمانية بمسقط، تحتفي الجمعية بإنجازاتهن تزامنا مع الفرحة بالعيد الوطني 51 المجيد. حافز كبير انه احنا نشتغل بجهد ونفكر كيف نقدر نخلي عمان على ساحة مشرفة في هذا العالم. نحن لا فقط نفكر في السلطنة، وانما الان نفكر في العالمية وكيف المرأة العمانية تستطيع ان تكون سفيرة باعمالها باخلاقها بمنتجاتها وبابداعاتها. الجلسة الحوارية نساء مؤثرات قدمت قصص نجاح لرائدات عمل في مجالات عدة. عملت مشروع مؤسسة اللي هي سميتها شراقات فضية للحرفيات. عملت محل الحمد لله اللي في فنجة مختص بالخناجر والمشغولات الفضية والتحف والهدايا الفضية. طبعا حصلت على عدة جوائز منها داخلية اللي كانت لقادة الحرفية لكأس سلطان قابوس مرتين، وحصلت على مسابقة الحرف العالمي على مستوى قارة آسيا والمحيط الهادي. أنا الحين صاحبة شركة جواهر الذهبية الرائدة وموزعة حاليا في جميع مناطق السلطنة، تقريبا الحين وصلت لـ30 محل حول مناطق السلطنة والولايات. ويصل عدد رائدات الأعمال في قاعدة بيانات ريادة على مستوى محافظات سلطنة عمان إلى أكثر من 3000 رائدة عمل، مما يعطي مؤشرا للتنامي المضطرد لمشاركة المرأة في هذا القطاع رغم التحديات. النجاح في ريادة الأعمال يعني مشاركة فاعلة في التنمية الاقتصادية، مشاركة احتفت بها الجمعية تكريما وتحفيزا لرائدة العمل العمانية. أحمد بن بارك الدرمكي من مقر الجمعية العمانية بمسقط.